أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرجنا في نزهة أنا وأهلي إلى البر، وعند قيامنا لصلاة الفجر كان الجو باردا جدا. يقول: خرجنا في نزهة أنا وأهلي إلى البر، وعند قيامنا لصلاة الفجر قد كان الجو باردا جدا، حتى إنا كنا نرتجف من البرد، فأنا تحملت البرد وتوضأت، وأما باقي العائلة فإنهم عدلوا إلى التيمم. السؤال: ما حكم فعلهم؟ إذا كان عندهم ما يسخنون به الماء، عندهم غاز، عندهم حطب، فلا يجوز لهم التيمم، بل يسخنون الماء ويتوضؤون. أما إذا كان ما عندهم شيء يسخنون الماء والماء بارد لا يتحمل، فلا بأس بالتيمم. هذا فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في السفر، لما أصابته احتلام تيمم ولم يغتسل، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. نعم.